تزامناً مع انطلاق مسيرة سينودس الأساقفة المنوي إقامته عام 2023، نظم مكتب التنسيقية العامة لسينودس الأساقفة الكاثوليك في الأردن دورة تنشئة على السينودسية ضمن نطاق رعاية منطقة جبل الحسين في العاصمة عمان، وذلك لتفعيل محاور السينودس لتصبح مبدأ تربويا لتنشئة الإنسان عامة والمسيحي خاصة في كافة العائلات والتجمعات البشرية. وقد شارك في الندوة التي أدارها الأب مودي هنديلي راعي كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك بجبل الحسين، الإرشمندريت بسام شحتيت والأب زيد حبابة وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وممثلون عن الكنائس الكاثوليكية في المنطقة. وفي بداية الورشة قدم الأب هنديلي نبذة عن السينودس وأهدافه ومخرجاته خلال الأعوام الماضية، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بجيل الشباب خلال مراحل تنشئتهم. كما تحدث المشاركون في الورشة من مختلف الرعاية عن نشاطاتهم داخل الكنيسة، وطرح عدد منهم أفكاراً جديدة لتطوير عمل الكنيسة وبرامجها لتتلائم وروح السينودس العام الذي سيعقد في روما العام المقبل بحضور قداسة البابا فرانسيس. تحت عنوان سينودس الأساقفة من أجل كنيسة سينودسية شركة ومشاركة ورسالة، اليوم نظمنا ورشة تدريبية سينودسية تضم وتحتوي على عدد من المكرسين من كنيسة اللاتين، كنيسة الكلدان، الرهبنة اليسوعية وأيضا ديليسال الفرير، وأيضا مجموعة من الرهبات تضم رهبات الشويريات، الرهبات المخلصيات، الرهبات الكومبوني والسلزيان والفرنسيسكانيات. هاي الورشة رح نحكي فيها عن الوثيقة التحضيرية، رح نشرح فيها عن أهداف وغايات ورزنامة السينودس والعمل المرجو، وخاصة إحنا بعيد الفصح إن شاء الله ختام الاستبيان. وأمنيتنا إنه هذه الورشة من هالمكان تنتقل إلى أماكن أخرى برعاية أخرى حتى تتفعل وحتى نعيش هالسينودس بشركة بمشاركة برسالة. فكان هذا هدف وغاية لقاء اليوم.